يعني انزل الحين نسويها. اوكي Let's go. يلا. تيتو باي كنترول 5 او 4 ما تفرق. وقد لعبته. اوكي يلا. نلعب الحين مع بندريت يا شباب. يلا يا شباب. اوكي. الو الو تست تست. Let's go. يلا. اول مرة بندريت. انا اول مرة العب ذا الجزء ها. تسوي اكس. ايه. اول مرة اول مرة العب ذا الجزء بس. نقدر نعلمه شوي. يعني بس انا اعرف اي شخصية انت تختار اصبر. انت تختار ذا صح؟ لا لا اصبر اصبر انت تختار واحد معاه مسدد ولا ما تختار ذا؟ هذا اختار هذا في مورتي كومبات اكس. اي شوف انا تابعك. يلا بس الحين الوحش الوحوش كبال ابغى واحد من بعيد يطلق عليك. طيب هذه والله هذه قوية صراحة. نعم اختارها اضغط اكس ودي تحت. ايوه اختار اضغط اكس. هذه الحركة اختار هذه. اي تقدر تختار حركات في الشخصية فعندك اوه نايس يعني اختصارات ها. ايه اوكي اختر هذه. هذه حلو. ايه هذه اول واحدة ترى مسهل لي. ايه لازم اعلمك الحركات. يلا يلا سينوكس بولتا. هاي اول جيم ليتس جو مع بندريتا. ومختار اي شخصيه جديده في مورتال كومبات اسمها ستريون. كان لف انجستس ايف ما ادري ايش هذيك كان بعد تشبه هاي. اوكي يلا اوكي يلا تقدر تسوي تحت قدام مربع قدام مربع سوي تحت قدام مربع. انت تلعب الانالوج ما تقدر تلعب ال هذه شوف هذه. ايه هذه اوكي نايس. عندك بعد تحت ورا مربع تحت ورا مربع. اوكي حلو يلا. وعندك تحت فوق تحت فوق سوي تليبورت ورا. واو حلوه تقدر تسويها في الهواء بعد انت ناط. واو نط وسويها الحين نط وسويها. واو مره حلوه. وانا بعد من الطياره روح عليك. يلا والله شكلك مهاره شوي يا ولد. يعني شغلك ها شو يوم قاعد يصير حركة عشان يا ولد. عندك ورا قدام دائرة بعد ورا قدام دائرة. اوه نايس بعد لا اوكي والله قوية هذه. شفتني اطلق عليك من بعيد. عندك تليفون اي صح. اوكي توطيها بس توطيها اوكي نايس. اوه في ماي جاد هذه اوه تعرف في تربلو بعد يا رجل ادعسك راح اعطيك ميرسي. ميرسي اوه تعرف ميرسي؟ اعرفها بس كذا ما اعرف كيف تسويها. ميرسي الله. راوند 2 فايت. من نوع لا تتعلم سرعة والله العب الفايت. الله يخليك. يعني الناس الثانيين لما اعلمهم ياخذون لهم وقت لما يسوون تحت ورا قدام. بس يا اخي ناس يعني في هل ايوه اوكي. تلعب تيكن قبل بعد؟ ايوه احبها مره. اي شخصية انت؟ نسيت اسميهم؟ اصبر بوب احب بوب. اوه هذه ايش ذي الحركة تسوي؟ حركة يدور من يدور يصير وراها كامل. بام مثل اه او ماي جاد. سوي ميرسي. ميرسي لازم تسوي انتو تحت تحت تحت. الله يخليك جزاك الله خير عليك. يلا ايه تبلو تموت دخن ولا لسه توقع بقالك شوية صح؟ يبقى لي شوية بس خلاص الفيت بلو ما تقدر تستخدمها يا رامي. اوكي خلاص ما دام كذا نسوي لك كذا. يلا ما قدرت انط. يلا حلو واحد واحد. فايت يعطيك العافيه.
اسمع تحت ورا مثلث تحت ورا مثلث تحت ورا مثلث قط حجر اريد تحت ورا مثلث تحت ورا مثلث تحت ورا مثلث اذا نطيتها في واحده ثانيه ورا قدام مثلث ورا قدام مثلث هل لا لا يا هاج سويها جيم سويها جيم اذا نطيت تصيدني وات ايش الدمج دمج عالي هذه لعبت معاهم شوي يلا معلم ما يصير اسوي ميرسي مره ثانيه اي بس مره واحده سوي فيني انا شيء بس ما احب اسوي يعني من جد سسبكت تسوي تبي تجرب شخصيه ثانيه ولا اي عادي عشان ما اقطعك انت اي عادي عادي ايش انا عشان بيك تستانس يعني عشان بس انه هم منتظرين عشان يلعبون صح ما باخر لا 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 عادي 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 لعبت معاهم شوي خلاص خلص دوره كان اي تشالنج اي دونت نو هاو تو بلاي ليتر وي ويل بلاي والله كان تشالنج في اوريدي صغار يبون يلعبون مع بندريت ثاني لا والله ايش اسمع دي الحركة ايش كيف اسويها يعني اللي اخترتها الحين ايش الحين انا اخترت هذه الثلاث اشياء ايه شوف في بعض يعني شو مثلا لما اروح ايرون بلاك ايرون بلاك خريطة بعض الحركات ياخذون محلين شوف القطعتين يعني لما اختارها شوف تاخذ محلين هو عندك ثلاث سبوتس يعني فتاخذ احسن حركات يعني هو اكيد في كل شخصيه عندها حركات معينه زينه هذه زينه حركه هذه اسيد بور ايوه ايش عندك هذه اوكي داون بيس ميكر حلو وسكات شوت هذه خلاص هذا انا باخذ لك شخصيه فيها زونينج كين هذا الفرق قبل في مارتل كومبات اكس الفاريشنات تقدر تختار منها اوريدي موجودين الحين لا الحين تقدر تختار الحركات اللي تحطها في الفاريشن هذا الفرق هذا الفرق استمتع تلعب في هذا الجيم والله احبها مره ترى بوريك بوريك يعني بس صدقني فيك يعني بوتنشل صير الله يخليك يبين عليك تتعلم صراحه الله يخليك انا ما جامل اقول صراحه يعني هذا حركته حركاته شوي يا اخي اتذكر هذا كان يطلق بمسدس يطلق يسوي ورق قدام دائره ورق قدام دائره ورق قدام دائره ايه ايه هذا طلب مسدس الحين تقدر مربع مربع طلقات شوف طلقات يخلصون مره حلوه تقدر تسوي مثلث بعد توديني فوق تكمل طيب ابغى افك المسدس كيف؟ ايه التو فتقدر بعد سوي رجع المسدس مره ثانيه ورق قدام دائره سوي دائره مده دائره مده والله هذا سبام الارض ايه عندك بعد ورا قدام مربع ورا قدام مربع ايه زين اذا انا قاعد ازون عليك من بعيد وش الحال عندك تحت تحت اكس وخليك مجود عليها ايه خليك مجود عليها اجين اسرع سويها كذي بسرعه تحت تحت اكس ايه هذه هل ايه خليك مجود عليها سوي اكس مده يعني تحت تحت اكس مده ايه فشو الحين اطلق عليك ما يصيرك ولا شيء. اوه ماي جاد. وتقدر تسوي الحين خليك مجود عليها سو اروان اروان افك اروان شو؟ اوه ذي اللي حركه كاونتر صح؟ اي بس يخسر منك قطعه. اي 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 واو عندك قدام دائره بعد تسوي قدام دائره اشيل هذه قدام دائره اذا صادتني مرتين ورا بعض يصير سويها اجين. اوه لازم مرتين ورا بعض. واو هو ما في وقت ما في وقت قالتني اكلمك عشان هذه طبعا استراتيجيه راوند 2 فايت ايه وقال لك خلص طلقاتك ما فيها كيف اعشقني دائره بس طلع مره ثانيه اذا خلصت طلقاتك وسويت مثلا طلع اطلق اطلق مربع ثلاثة سوي مربع مربع اي الحين ما عندك طلقات لما تسوي مثلث تسوي مثلث يصير في كروس هذا الكونديشن ماله انه لازم ما يكون عندك طلقات اوكي حلو يلا قفى انا خلاص ما ادري ايش صار اي يا رجل
ما اقدر ازون عليك والله ناس يا اخي مره الشخصية حبيتها خلاص هذا المين حق عجيب كل السعوديين يحبونه ترى يزيد والله يحبون كاوبوي Red Dead Redemption شوف إذا سوي بس تحت خليك من جوا تحت أوكي أوه إيش سو أوه ماي جاد شوف تعرف تحت مثلث أنت من زمان موجودة دي في مرت الكومبا تحت مثلث هاي أبركت أي أبركت هذه صدني فيها سويها شوف ما راح كومبا أوكي الحين لما أسوي لك درو سويها أبيك تنزل عن المسكة بعدين تسويها أوكي انزل لا أول شيء خليها تروح على الفاضي بعدين تسوي تحت مثلث أوكي يعني انزل الحين سويها يلا وان مور ايش اسوي الحين بعلم خليك موطي الحين سوي تحت مثلث شوف هالحركه اسمها كلاشينج بلو اوكي كل واحده لها شروط معينه عشان تصير يعني شوف مثلا قدام دائره سويها قدام دائره شوف ما فيها سويها مره ثانيه فيها لازم تصدني مرة بعد في بعض الحركات فيها تكسير عظام يعني تضيع دمج عالي بس لازم شروط حلو بس لك مرة واحدة تسويها يعني الحين ما تقدر تستخدم قدام دائرة مرة ثانية بس مرة واحدة كويسة اللعبة لا نايس الله مسدد الله يلا 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 اوكي هاي يلا لازم دائما تحافظ على طلقاتك حقك يعني راوندات لبعاد ما تخلص الكامل احسه اصلا ما تقدر يعني ما في وقت تعشق صح يعني لو واحد صعب شوي صعب شوي عندي هذه شو اقدر ادخل عليك اذا شفتك تعشق اوكي الله فاز علي الله يخليه هذه لطه فيها جاء ويو هذا الحركه الكره تعال لا يس جوتا اي بس وش المشكله الحين اذا فزت عليك الحين طاقه شويه راح اروح عليك اوكي مو مستحيل صح عندك حركة زينة بعد ورا مثلثات بس ورا مثلثات ورا لا ورا بس وتم ضغط مثلثات تطويل على الراس نايس عندك سلايد بعد ورا قدام اكس ورا قدام اكس سويت انت نفسه من شوي بس شكله غلط شكله سوا ورا قدام شوف هذه لازم اسدها تحت اوكي والقدام دائرة مالت لازم تسوي قدام دائرة قدام دائرة بس قدام دائرة اوكي صح هاي لازم اسويها فوق ميكس هاي اسوي دي هذه لازم اخمن يعني لا لا هذا ريكوردينج بس على OBS بس يا ولد يا ولد اوه ماي جاد الله فاهمني كذي انا خايف تتر والله شكرا انك سلكتني سوي ار2 دائره بعد عنه بعد عنه هني ني وقف هني سوي ار2 دائره ار2 خلاص زعلنا هذا جي جي سوي الله يخليك حبيبي نتعلم منك والله